التخصصات العلمية عديدة ومتنوعة، وقد تطورت في عصرنا هذا بتقدم العلوم، ولكن الرياضيات تعتبر أم العلوم، ويعتمد عليها العلماء اعتمادا كبيرا في مختلف المجالات والميادين. للرياضيات فوائد كثيرة، فهي تقوي الذهن وتنمي العقل وتفتح خلايا المخ الخاملة وتفيد الإنسان في حياته اليومية، فنجدها تستخدم في عمليات البيع والشراء، حساب المواليد والكثافة السكانية، معرفة المواقع الجغرافية، ونعرف من خلالها الحسابات الفلكية وفصول السنة، دراسة الأحوال الجوية والتنبؤ بأحوال الطقس، وتستخدم في الحواسيب والهواتف الذكية، معرفة المساحات والحجوم والمقادير والأبعاد. الرياضيات علم لا يمكننا الاستغناء عنه، فهي سهلت الحياة في كثير من جوانبها، الطب والهندسة والصيدلية وغيرها من المجالات. وفي الختام أنصحك بأن تهتم بدراسة الرياضيات لتطوير وازدهار الوطن، لأنه كما يقال إن الرياضيات هي ماء الحياة وغذاء العقل.